السلام عليكم، معاكم مس أمنية، وده ريفيجن على يونت 1 لكونكت العادي لجريد 3. كونكت اللي هو المدارس الحكومي، الوحدة الأولى، ايه المطلوب مني ان انا اعرفه او اعرف ابني ايه في اليونت 1 في كونكت جريد 3؟ اول حاجة الوردز دي او الكلمات دي اللي بتتكلم عن الفيلينجز: happy happy، thirsty thirsty، hungry hungry، sad sad، angry angry، excited excited، tired tired، unhappy يعني لا هو سعيد happy ولا هو زعلان unhappy، feel يشعر feel the verb feel، و how ال question word بتاعتي اللي هنسأل عنها في unit 1 how، كيف how. طيب ايه الحاجة التانية؟ تمام، انا ابني حافظ كل الكلام ده، ادخل بقى على الجزء الاول ان انا اعلمه ازاي يعمل question اسمه كيف تشعر. كيف تشعر؟ how do you feel how do you feel how do you feel how ال question word أداة الاستفهام، do ال helping verb اللي بيساعدني، لازم اختار do عشان انا بسأل you ال subject و feel يشعر. لما اجي اجاوب بجاوب ب I feel واكتب الصفة اللي عندي على حسب ايه الموجود عندي. الدنيا حر يبقى I feel thirsty، انا جعان. I feel hungry، انا حزين. I feel sad، انا غضبان. I feel angry. تمام، يبقى لازم يتعلم يكون عارف ازاي يعمل question ب how do you feel. how do you feel، كيف تشعر. I feel واكتب الصفة اللي عندي. طيب ايه كمان في unit 1 لازم يكون يعرفه؟ كلمة let's. let's معناها هيا بنا، وبتيجي للاقتراح وبيأتي بعدها الفيرب الفعل بتاعها، لازم يكون في الانفينيتيف. يعني ايه مصدر؟ يعني ما فيهوش اس في الاخر، ما فيهوش اي دي، ما فيهوش اي ان جي. انفينيتيف، انفينيتيف يعني في المصدر، الانفينيتيف يعني في المصدر. طيب ايه كمان في يونت 1 يكون عارفه؟ يكون عارف ان لما اقول اي كان ميك ا ساندويتش، كلمة ساندويتش ساندويتش، ميك ا ساندويتش، اي كان ميك ا ساندويتش. ويعرف كمان التعبير اسمه it's hot، الدنيا حر. it's hot، I feel thirsty، I feel thirsty. تمام، ده lesson 1 تقريبا و2، فهمنا كل الحاجات دي. يبقى انا عرفت انا اخدت ايه من unit 1 في lesson الاول. طيب تعال بعد كده نشوف lesson التاني. lesson التاني او التالت على حسب الكتاب مظبطه ازاي، بيتكلم عن healthy و unhealthy، الحاجات الهيلثي الصحية صحي و unhealthy غير صحي. ايه الكلمات اللي المفروض يعرفها؟ يكون عارف كلمة drink يشرب، eat يأكل، sleep ينام، يلعب play، يتدرب exercise يمشي، walk fruit فاكهة، vegetables خضروات، و food الطعام، و don't يعني لا تفعل، اللي هي لما نقول على حاجة ما تعملش كده. طيب الليسون ده غلط شوية لان في كلمات كتير انا قسمتها لكم، ان انت بتعلمي حاجات healthy وحاجات unhealthy. الحاجات الهيلثي: sleep for 8 hours، عرفنا الverb sleep، نام لمدة 8 ساعات hours. طب ايه كمان healthy؟ eat fruit and vegetables، نأكل فاكهة وخضروات، drink water، play sports، exercise، walk المشي، walk to school، walk to the park. طب الحاجات الunhealthy اللي ما ينفعش نعملها: don't watch TV، don't eat chocolate، don't drink cola، don't sleep for 4 hours، don't play video games. يعني نقول له don't لا تفعل، عشان كل الحاجات دي unhealthy. يعني ايه unhealthy؟ يعني غير صحية. طيب خلاص عرفته وقلت له الفرق بين الحاجات الهيلثي والحاجات الانهيلثي كده، تمام انا خلصت الجزء ده. طيب ايه المطلوب مني؟ ان انا اعرف sleep، eat، drink، play، exercise، walk، fruit، vegetables، اعرف يعني ايه food. كل دي words، كلمات هتتكرر تاني في اليونتات اللي قبل كده، فكل ما يحفظ اكتر كل ما الدنيا تبقى معاه اسهل. وعلى فكرة يعني انا اديت تالتة كتير، فالكلام بالتكرار هيجيب نتيجة. كرروا كرروا، خلوهم يكرروا كتير، يحفظوا. كل ما هيحفظوا طول ما هم هيتحس ان هم الدنيا بقت سهلة عندهم اكتر. تعالوا بقى نتكلم على الجزء نمبر 3 في يونت
one بيتكلم عن ال e. امتى ال e بتقول اسمها اللي هي ال long vowel بتاع ال e؟ لما تكون e e جنب بعض او e a جنب بعض. طيب ايه المطلوب مني؟ ان انا برضو save ال words دي. feel يشعر، be نحلة، sleep ينام، meet اللي هي بدبل e يقابل، لكن meet اللي بال e a يعني لحمة، eat يأكل، نظيف او ينظف كاسم او ك سوري ك verb فيرب فعل او كصفة اسمها clean. ورقة شجر leaf، وفي كلمة green وكلمة team فريق. كل دول الكلمات اللي بالحرف ال E، وهو لو عارف يقرأ الصوت، عارف الساوندز بتاعت الليدرز، هيعرف بسهولة جدا ينطق الكلمات دي ويحفظها. يعني الجزء ده مفروض جزء سهل جدا. اخر جزء في اليونت ده بيتكلم عن الميجر القياس، وعن السنتيمتر والمليمتر. ايه المطلوب مني؟ عشان خاطر في كتب عامله الاسئله بهاو لونج وهاو تول، في كتب مش عامله اسئله بهاو لونج وهاو تول. مطلوب مني ان انا اعلمه كلمه ميجر يقيس، اعلمه الفرق بين كلمه مليمتر وسنتيمتر، واقول له ان زير ار 10 مليمترز، في 10 مليمترز ان 1 سنتيمتر، في 10 مليمتر في كل سنتيمتر. يعرف كلمه هاند وفينجر وزم، يعرف كلمة how long و how tall. how long ما طول و how tall ما طول. how long للأشياء أو لأي حاجة واقفة بالعرض، how tall للأشخاص أو أي حاجة واقفة بالطول. طيب لما أقول على حاجة هذا يكون، أستخدم تعبير اسمه this is my. هذا يكون this is my thumb، this is my hand، this is my، this is my. هذا ملكي او هذا يكون ملكي انا. ويتعلم ازاي يعمل question ب how long. how long للاشياء ازاي بن it's 5.4 سنتيمتر long. انا سألت بلونج يبقى انا جاوب بلونج. it's 5 سنتيمتر 5.4 سنتيمتر long. طيب ما عنديش ان انا اعلمه سؤال واجابة، على الاقل يكون عارف شكل السؤال وعارف شكل الاجابة، عشان لما يجي في التوصيل يعرف يوصل ايه، لما يجي في الاختيارات يعرف يختار ايه. على فكرة في فيديو مخصوص في اليونت ده في اول في القناة عندي، لو انت عايزين تعرف الطريقة بتاعت الـ how long و how tall. طيب تعال بقى نتكلم على الـ how tall. لو انا بسأل عن الاشخاص، how tall is he، عشان ده ولد. he is number 124.3 سنتيمتر طول. طول دي لمين؟ للأشخاص. وبعد كده عندي شوية exercise للحاجات اللي احنا رجعناها. لو انا جيت قلت لك how space you feel، how space you feel، do او does او is، do or does or is. number 2 it's hot، hot. I feel hungry or thirsty. number 3 the leaf، نعرف يعني ايه leaf، نشوفها بقى is black or green. ياريت اللي يحلهم يبعتولي على الواتس او على الفيس حلهم ازاي. number 4 how space is your dad، dad يبقى how tall ولا how long dad. number 5 I eat، ده في eat للأكل وفي drink للشرب، نشوف eat بقى ايه في الاختيارات اللي عندي هنا. طيب في rearrange is this them my، عايزين نرتبها يعني نبدأ بإيه فيهم من دول، أكيد هنبدأ بالكلمة المحطوط عليها خط. ده تعبير أو لما نقول على حاجة دي بتاعتي نقول إيه. بعد كده الquestion بتاعي do و how و feel و you، يبقى نرتبها. number 3 لو أنا بسألك بقى أنت طولك إيه، يبقى how، شوفوا بقى هنرتبها ازاي وبعتولي. number 4 لو انا عندي good و he و eats و food، خلي بالنا من معلومة دايما ان الصفة بتيجي قبل الاسم. يعني انا عايزة اقول طعام جيد، يبقى ما ينفعش اقول food good، لا لازم اقول ايه good food. طب لو عايزة اقول عربية لونها احمر، ما ينفعش اقول car red، لازم اقول red a red car، a red car. يبقى تاني ايه المفروض يعرفه الطفل؟ يعرف عن الفيلينجز المشاعر، ويحفظ المشاعر دي.
يعرف يعمل سؤال ب how do you feel، كيف تشعر، how do you feel، ويجاوب عليه ب I feel، أنا أشعر. يعرف كمان تعبيرات زي I make، I can make a sandwich، it's hot. يعرف حاجات عن ال healthy و unhealthy lifestyle، ال healthy و unhealthy بالverbs دي. ويعرف ان في حاجة اسمها eat للأكل و drink للشرب، عشان خاطر بتيجي في الاختيارات امتى يستخدم eat و امتى يستخدم drink. يعرف الحاجات ال healthy، الحاجات اللي يعملها، والحاجات ال unhealthy، الحاجات اللي ما يعملهاش. في وقت الفونكس او وقت الصوتيات يبقى عارف اللونج فاول بتاع الاي، امتى الاي بتقول اسمها، لما تكون اي جنبيها او اي او اي اي جنب بعض، زي feel، be، sleep، meet، leave، clean، eat، meet، team، وزي green اخضر. ويعرف في اخر جزء يعني ايه زي measure يعني يقيس، يعرف المليمتر والسنتيمتر، وازاي يسأل ب how long و how tall، امتى يسأل ب how long للأشخاص، how long للأشياء و how tall للأشخاص. ويعرف تعبير اسمه this is my، ويحط الحاجة اللي شايفها قدامه بتكون لازم مفرد، this is my hand، this is my thumb، this is my father، this is my، هذا يكون، ويكتب اسم الشيء اللي هو عايزه. وبعد كده يسأل، يتعلم سؤال ب how tall، ويحل الاكسرسايز لو هو فهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك، عشان ان شاء الله نعمل يونت 2 الاسبوع الجاي. باي باي.